احنا عن اي شريحه من النساء جاي نتحدث؟ شريحه الطالبات ام فئه الموظفات ام ربات البيوت ام حالياً النساء اللي يرتادن المقاهي او النوادي الليليه؟ طبعا النساء اللي يرتادن النوادي الليليه كبدايه، عندنا النساء المعرضات للعنف الاسري، هاي يعني كلش دا يصير عندهم حالات اكتئاب وحالات نفسيه قويه، مرات مو تدمن على مثلا مخدر، تدمن على الفاليوم، تدمن على حبوب معينه. بسهوله المراه توصل لانواع المخدرات المذكوره قبل قليل؟ اي نعم، المراه الان اصبحت سهله يعني عمليه الوصول الى الكريستال او ما اعرف ايش. لا لا، هي مو على السعر، اي وموجوده. هي المراه الان في بجو مثل مجتمعنا، شلون ممكن توصل الى المروج؟ شلون ممكن توصل الى المستورد؟ المروجين يرتادون المكانات اللي بها النساء اكثر من الرجال، مثلا الكافيهات اللي موجوده يرتادوها، انه يقول لك هاي نساء بها اكثر ومعرضه لحالات نفسيه، اكيد يلا جت اشتغلت هذا الكافي. وأنا أعتقد المروجين للنساء أيضا من النساء. أي طبعا، مرات من النساء ومرات من الرجال، مرات إجبار مثل ما نصيحة إرهاب المخدرات، أكو مثلا الرجال يجبرون النساء على اتخاذ المخدرات وبعدين يبدي يخليها كمروجة أو بائعة للمخدرات، فنسميه إرهاب المخدرات. إرهاب المخدرات أنه أول ما مارسه هو بابلو كان تاجر مخدرات ومارسه على الحكومة، سوى إرهاب المخدرات أنه غصب الحكومة أنه تفوت له المخدرات ويبيعها بصفة رسمية. نفس الشكل هسه عندنا إرهاب المخدرات بالنسبة الرجل يمارس إرهاب مخدرات على المرأة أو على قسم من إرهاب يعني مخدرات إرهاب المخدرات طبعا.